مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب شوف تيفي، مباشر معكم من سوق الجملة للسمك. يعني السمك باقي طالع الثمن، يعني معنا احد بائعين السمك يحكي لنا التفاصيل ديال ثمن السمك واسباب علاش غالي. يعني تفضل معنا. صباح الخير، احكي لنا على الحوت، علاش طالع في الثمن وعلاش الثمن؟ حيت كاينه موبيطه في البحر، البحر خايب دابا، ما يقدروش يخرجوا، واش يصيدوا، كيمشيو على الفليق، قليل اللي يخرجوا يصيدوا دابا. داكشي علاش السرديل دابا، هذا هو السبب ديال السرديل. شحال واصل السرديل؟ كل دابا راس السوق ديال 7000 ريال، 6000 صندوق، 7000 ريال صندوق. شحال ديال الكيلو؟ شوف على حساب الكيلو، اذا كانت فيه 25 كيلو دير 25 غرض، بحال قلت ديال 280 280 الكيلو. ومن غير السرديل القشره حتى هي قليله واحد شويه، ولكن ماشي بحال السرديل. القشره شويه طايحه في الثمن، ماشي بحال السرديل. السرديل حيت كاينه موبيطه باش ما خارجش. كيفاش الموبيطه؟ اشرح للمواطن باش يعرف. الموبيطه هي ملي كيكون البحر خايب ما كيخرجوش الباركوت يصيدوا. هذا هو المشكل ديال الباركوت، كيخرجوش يصيدوا، كيخرجوا يصيدوا. ملي كيكونوا فلك صغار، هما اللي كيخرجوا يصيدوا. ملي كيكونوا فلك صغار خارجين اللي كيغلط الحوت. حيت ملي كيكون ما كيخرجوش كبار، الفلوكه صغيره ما كتخرجش تجيب بزاف، كتجيب شي حاجه قليله. هكاك، الفلوكه صغيره ما غاديش تجيب، ماشي بحال الباركو. الباركو كيجيب على حساب الشارج ديالو. ولكن سمعنا على قبل ان الصندوق كيبقى يتعاود ويتباع بزاف ديال المرات. لا، ما كاينش مهنه من السوق كيتباع كيخرج. يعني مهنه السوق كيتباع هنا كيخرج، ما خارجين فيهم. كاينش كيتباع بقى يتباع ويخرج ويدخل. ياك اكثر بيد احمد، شنو تبغي تقولوا المسؤولين في هذا الشيء ديال القطاع ديال السمك؟ حنا ما عندناش شي غرضنا بالمسؤولين، ولا باش نقولوا غادي نطلعوا على المسؤولين. لا، شنو زعما الطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا حنا حتى غتكون واكل العصا. ولا حنا دا واكلين العصا صراحه. واخا تعرضوا مشاهدينا الكرام، سبب غلاء السمك هو الموفيطة. البحر خايب، ما يعني الصندوق ديال السرديل واصل 7000 ريال صندوق، يعني قيمته 280 درهم، 280 ريال كيلو. عطيني جوج، عطيك جوج، ياك ما تجيش خالص. جنة ماشي كولات. تلاحظوا مشاهدينا الكرام، مباشر معكم من سوق الجملة للسمك. يعني كما قال احد بائعين السمك، يعني الموفيطة، البحر خايب، كيدخلوا غير الفلك الصغار، كيجيبوا لك شي قليل. هادشي علاش السرديل غالي وتا القشرة غالية. عطاك الخاوية. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم سوق الجملة للسمك. يعني الحوت مازال غالي بزاف. مشاهدينا الكرام، يعني الحوت قليل، هادشي علاش غالي، خصوصا السرديل 650 درهم الصندوق. يا خويا باش ما تعذبش ليه. قلنا له قال لي واحد السيد، كتلاحظوا 7000 ريال الصندوق ديال السرديل. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من سوق السمك. جملة يعني السرديل غالي بزاف بزاف، الموفيطا كاينه في البحر، يعني باركوات كبار ما تيدخلوش، كيدخلوا غير باركوات الصغار هما اللي مغلين السمك عامة. يعني كيدخل كيجيب لك شي قليل كيحسبوا ثمن كثير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء.